يعود الربيان بعد سته اشهر من حظر صيده الى موائد المواطنين وقائمه طعامهم مع بدء موسم صيده في المنطقه الاقتصاديه الخاصه اليوم والذي يستمر حتى نهايه يناير المقبل وفق ما اعلنته الهيئه العامه للزراعه والثروه السمكيه ويبدا موسم صيد الربيان في المياه الاقليميه الكويتيه في الاول من شهر سبتمبر المقبل للسفن المرخصه بالصيد بطريقه الجر الخلفي بعد حظر صيد الربيان اكثر من سته اشهر للمحافظه على ثروات البيئه البحريه واثراء المخز... السمكي وزيادة وفرته مستقبلاً.